كيكونوا مضاربات، ولا يعقل اليوم واحد الزبون يجي مع مرتو وليداتو يتسراو في البرانس في هذه الوضعيه، ولكن ما شكوش حنا اللي كناكلوا في العصا. على كل حال ما غاديش نطول الهضره بزاف، غادي نعطي الكلمه للسي سعيد خشان والسي نفضل اللي طلبوني باش يديروا المداخله ديالهم، وديك الساعات حنا غادي نتصنتوا لكم، وانايا ما عليا الا باش نسمع لكم واعطوني الاقتراحات ديالكم. انا اليوم كنقول لكم كرئيس الجمعيه ها الزديه اللي في جهدي درتو، الحوارات درناهم، المراسلات درناهم، صبرنا اليوم. دابا نتوما بغيتو تشوفوني، بغيتو تجلسوا معايا، وبغيتو تلقاو شي حل، غادي نخرجوا من هذا الاجتماع ان شاء الله ب ب ب ب اللي كيتالموا من اللي كيشوفوا الشايعه هكذا. تيقول يا السيد علي واش ما عندكم ناس؟ واش ما كنشوفوش هادشي حرام؟ انا غادي نبين تيقول لي حرام تكون في الحالات. غادي هادشي انا عييت نصبر. تيقول لي واش واخا شحال من هنا؟ حيد هذا المحل هذا، هادشي راه لا يعقل تبقى جالس هنا، وانا عندي غير هذاك المحل. محمد الخميس جاب الاستقلال عباد الله، جاب الاستقلال ومشى المنفى. شوف حنا ديرو كتفا فيهم الخصب، كيجيو هما اللي مول قبالتي كنقول لهم شوفوا عباد الله لا يعقل، لا يعقل هادشي هذا يكون. هاي القوة، هاي الجوع ديال الناس، هاي السد ديك ما صروح ما صابش الحل. عندي الناس كلها كيقول لي اللهم هذا مكر الشيء. واحد تحية سيد العلوي. عندي الناس كلها كيقول لي العلوي شغل اللهم هذا مكر عباد الله، اللهم هذا مكر. انا عييت كل شيء تقول لي العلوي تشكاو لي المحل ديالي، تيجيو عندي كل شيء تقول لي علوي واش انت كتعرف شخصيات عظيمه وانت في هذه الحاله؟ قالوا لي خرج بحالك من هنا، ما بغيتش نخرج. انا عندي غير هذاك الشارع وما عمرني نخرج منه، واخا يوقع اللي يوقع هنا ما تصوب ان شاء الله. التجار وارباب المال الحرى لوسط المدينه. اليوم تعقد واحد الاجتماع عام جامع العام نظرا لطلب التجار اللي صراحه مني شو لافوت. علاش؟ حيت شحال من خطره طلبوني من الجامع العام، ولكن كنحاول ديما ناجلو. علاش؟ لان كنتسناو يكون شي حل نظرا لعده اجتماعات وعده المراسلات اللي صيفطنا للسلطه المحليه والناس المسؤولين ديال الدار البيضاء. كنتسناو يكون شي حل، ولكن للاسف وقع العكس. يعني هذا الشيء غادي وكيكثر وكي يعني كيولي دو بلوس اون بلو غاف، ويوميا كنحضروا لي باغاغ بين الفراشه ولا دابا واحد السيكتور هذا ديال لي زافريكان، هذا ديال هاد الاخرين، بين البارح نفس الوقت مع 4 ونص العشيه وقعت نفس الباغار في نفس الاوندوا. لان دابا سون تران دو كيضربوا دابا واحد دابا خصهم يفرغوا عند الحاكم ما كيقولوا باش يعرف كل واحد التريتوار ديالو. يعني بحال قالوا عندنا حنا تشاني طاون هنايا ويكون مناطق. واخيرا بدينا كنتخلعوا شويه لان الفراشه رمضان كله حنا ما درنا والو، حنا جالسين في محلاتنا كنشوفوه هما كيبيعوا وشريو وكيدخلوا فلوس، وحنايا كنخلصوا الواجبات ديالنا بما فيهم الضرائب، بما فيهم العمال، بما فيهم لا سينيسيس، بما فيهم وحنا جالسين هما كي دونك لي عقل. وصل الكاميو ديال الدلاع والبارحين حاط في ساحة لا شوب كيبيع الدلاع بدرهم الكيلو. يعني الا بقينا هكذا كما قلت لك غادي العيد الكبير غادي يجيو الحوالي يتباعوا في البرانفول مع الفخر رجف الله. دونك حنا للاسف سي ميم بلو ان لوكس، ولاو سي 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 سي, سي, سي بريوريتير باش نديروا هذا الاجتماع باش نلقاو الحل. ولهذا خرجنا بواحد التقرير اللي هو غادي نسدوا هاد الخميس ان شاء الله. سميتو بور جوستومون هاد الوضعيه اللي حنا كنعيشوها، ونتمناو ان شاء الله يكون شي حل مع السلطه المحليه ونجلسوا ونلقاو شي حل باش تنقد. يعني حنا بغينا كتبقى حاجه واحده، بغينا على البرنس يرجع كما كان، كما يحمل اسم الشارع الامير مولاي عبد الله يرجع البرنس كما كان. وغادي نسدو هذا الخميس، ولا ما كاينش حل غادي نعاود نسدو الخميس الاخر، ولا ما كاينش حل نعاود نسدو الخميس الاخر تلقاو شي حل. ونتمناو ان شاء الله نلقاو شي حل، لان صراحه ارتحنا راه ديك السدانه تاعنا ماشي من صالحنا، ولكن للاسف ما عندنا كيفاش نديرو.